أهلا بكم في هذه المقابلة الخاصة مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي جميل. شكرا لاستضافتنا. شكرا لكم. نبدأ بالشأن اللبناني. هذه ثالث حكومة تقرر الكتائب اللبنانية مقاطعتها، علما أنه حزب الكتائب من أعرق الأحزاب السياسية في لبنان. لماذا؟ يعني ماذا تنفع المقاطعة؟ نحن ابتداء من سنة 2015-2016 حصل تسوية في لبنان، وهذه التسوية أدت إلى وضع يد حزب الله على القرار اللبناني. نحن عرضنا هذه التسوية بدءا بالانتخابات الرئاسية لتشكيل حكومات، قانون الانتخابات، وكل شيء نتج عنها التسوية من وضع يد لحزب الله على البلد. نحن لأنه عرضنا هذه التسوية بقينا بالمعارضة بكل الفترة لحديث اليوم. حزب الله أمر واقع ومن الثمانينات، مش حزب جديد بالبلد. كيف ستتعاملون مع الأمر الواقع؟ حزب الله كان أمر واقع لحديث سنة 2016، ولكن كان في قوى سياسية رافضة هذا الأمر الواقع، وكانت القرار السياسي في لبنان ليس بيد حزب الله. بعد 2016 انتخاب رئيس الجمهورية الحليف لحزب الله، ومن ثم نيل الأكثرية النيابية في مجلس النواب من قبل حزب الله وحلفائه، ومن ثم تشكيل حكومة بشروط حزب الله عنده فيها 18 وزير من أصل 30 حلفاء له، أصبح كل المؤسسات الدستورية تحت سيطرة حزب الله. وهذا الشيء الكثير جديد يلي عم نعيشه اليوم بلبنان. من سنتين بتشوف السياسة الخارجية اللبنانية ما عادت عم تنقى بنفسها، أصبحت بطرف، أخذ طرف، وشوي شوي عم بياخذوا لبنان إلى محور الممانعة يلي نحن شيء رافضينه. وعنا خيار من اثنين: أو نكون شهود زور بحكومة القرار ليست بيد الأفرقاء اللي عم بيشكلوها، إنما بيد حزب الله، ونكون شهود زور فيها، أو نكون بخط المعارضة ونعطي خيار آخر للناس، نعطي بديل للناس، نعطي صوت مختلف، ونحافظ على النظام الديمقراطي ببلدنا بشكل أنه يكون في معارضة موجودة وفعالة وعم تعطي رأيها وما بتخاف تقول الحقيقة للناس. وافتكر لبنان بأمس الحاجة أنه يكون في قوى سياسية حرة بموقفها وقادرة أنه تواجه وتحكي الحقيقة، بالأخص تجاه المجتمع الدولي كمان، يعني غير داخل اللبناني كمان لازم الدول الأخرى تعرف أنه لبنان اليوم تحت الهيمنة، وقرار اللبنانيين منه قرار حر. أنتم الحزب المعارض الوحيد أم ستشكلون جبهة؟ نحن حالياً بالمجلس النيابي نحن الحزب المعارض الوحيد. هدفنا بالمرحلة المقبلة أنه نجمع معارضة شعبية ووطنية أكبر، ونضم إلى مجموعة المستقلين والقوى السياسية اللي منا داخلة بالصفقة وهي رافضة لهذه التسوية الرئاسية، بشكل أنه نشكل إطار أوسع تتكون معارضتنا فعالة أكثر على الصعيد الوطني. حزب الله يقول أنه هو حزب مقاوم، أنه هو دوره الدفاع عن أراضي لبنان، وأنه هناك أراضي محتلة من قبل إسرائيل، وهلأ هو دوره هيدا هو. شو مشكلة الكتائب مع هذا الموضوع؟ مشكلة الكتائب أنه هي مشكلة كل الدول اللي بتحترم نفسها. بالدول يلي مفترض تكون سيدة ومستقلة في شيء اسمه الجيش الوطني، هو يلي دوره أنه يدافع عن حدود الدولة. قادر؟ بولا بلد بالعالم عندك ميليشيا موكلة من الدولة أنه تقوم بهذا الواجب. هذا واجب الدولة، وعلى الدولة أنه تعطي كل المقدرات اللازمة للجيش تقدر يقوم بهذه المهمة. هذا واحد. اثنين، مشكلة حزب الله الأخرى أنه استعمل هذا السلاح من أجل التوازنات الداخلية السياسية، استعمل هذا السلاح لقلب حكومات، استعمل هذا السلاح للضغط على رئيس الحكومة، استعمل هذا السلاح بالداخل بعدة مناسبات، وهذا السلاح هو موجود بالحياة السياسية وإن كان لا يستعمل اليوم، لأنه استعمل بالماضي أصبح اليوم هو قوة معنوية مؤثرة بكل انبثاق السلطة في لبنان. والبرهان أنه حزب الله حط شروطه بآخر حكومة وحققها كلها، حجم يلي بده يحجمه، فرض الوزراء السنة وزير سنة تابع له، فرض وزير درزي تابع له، حجم حصة القوات اللبنانية، حجم حصة رئيس الجمهورية كرمال تا يقدر
يكون بإطار حكومة هو مرتاح له ويقدر يفرض شروطه فيها ويقدر يأخذ لبنان إلى المكان اللي بيريده. بالتالي دور السلاح مش بس بالدفاع عن لبنان، دور السلاح المشكلة فيه أنه عم بيأثر على الحياة السياسية وعم بيشوه ديمقراطية البلد وعم بيأخذ لبنان إلى مكان آخر تماما. تحكي بخطاب لإلك بخطاباتك عن دور الكتائب اللي بيكسر الاتفاق الاستسلامي الجماعي للسلاح. نعم. اتفاق بين مين ومين؟ 2016 صار في اتفاق سياسي ضم التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله. كل هالقوى السياسية اتفقوا مع بعضهم أنه ينتخبوا مرشح حزب الله رئيس جمهورية ومن ثم يديروا الحياة السياسية تحت سقف واضح يلي هو عدم التكلم عن السلاح حزب الله وعدم المجيء على هيدي السيرة نهائيا. كأنه موضوع السلاح وسيادة الدولة انحطت على جنب بهذا الاتفاق السياسي، وأصبح من الواضح أنه لبنان قراره استراتيجي الخارجي والدفاعي بيد حزب الله، والأفريقاء الآخرين هن بيهتموا بالكهرباء وبالزبالة وبالأمور الاقتصادية والتلزيمات وإلى آخره. هذا هو الملعب يلي حدده حزب الله للأفريقاء السياسيين. هذا هو يلي سميته أنا الاتفاق الجماعي الاستسلام، اتفاق الاستسلام الجماعي للسلاح، لأنه أدى هذا الاتفاق إلى تسليم حزب الله قرار الدولة قرار البلد، ومن ناحية تانية أدى إلى سكوت كل الأفريقاء عن هذا السلاح، وهذا السكوت أصبح رسمي. وإذا بتسأليهم بيقولوا لك نحن أخذنا قرار أنه ما بدنا نقرب على موضوع السلاح، هذا الموضوع هو أكبر منا، وهذا الموضوع نحن اليوم ما بدنا نخلق مشكل بقلب البلد وبدنا نتعاطى بالأمور الأخرى. مع العلم أنه ما في ولا أي منطق وطني مقبول بيقبل أنه واحد يغض النظر عن انتهاك سيادته، يغض النظر عن ميليشيا موجودة على أرضه عم تستعمل هذا السلاح بكل المناسبات. ما في منطق ممكن يقبل أنه يكون بلبنان في صيف وشتاء تحت سقف واحد، في لبنانيين تحت القانون ولبنانيين فوق القانون، وفي لبنانيين بحق لهم يروحوا يقاتلوا بسوريا ويقاتلوا بالبحرين ويفوتوا لبنان بمشاكل مع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة ومع الدول العربية. انت شايف اليوم عملنا قمة عربية نحن بلبنان من تقريبا شهر شهرين، كم رئيس دولة عربي اجى على لبنان؟ نحن معودين وقت ينعمل قمة عربية بلبنان كل دول عربية تجي، كل الدول العربية قاطعت لبنان. ليه؟ لأن الحكومة اللبنانية اليوم هي تحت سيطرة حزب الله، ولأن القرار الرسمي اللبناني أصبح بمكان آخر. هل تقول أن لبنان اليوم هو دولة حزب الله؟ أنا بقول أنه اليوم لبنان عم بيصطف بمحور إيران حزب الله بشار الأسد، والبرهان أنه اليوم لبنان عم بيدافع عن وجود سوريا بجامعة الدول العربية، لبنان عم بيدافع عن سلاح حزب الله، عم نحكي لبنان الرسمي. ولبنان الرسمي أيضا هو واقف بوجه العقوبات وإلى آخره. يعني نحن اليوم صرنا بهذا التموضع، وإذا ما بدنا نقشع هذا الشيء منكون عم نحط رأسنا بالرمال. لحل مشكلة حزب الله أنتم بتقولوا أنه يجب نزع السلاح. الكتائب اللبنانية تاريخيا كانت حزب مسلح في لبنان، وكانت ربما بمثابة قوة حزب الله اليوم بذلك الزمن. هل من نصائح يعطيها حزب الكتائب لحزب الله بموضوع نزع السلاح ويعني وأنه يصبحوا حزب سياسي؟ حزب الكتائب ولا مرة كان بيمتلك سلاح قبل الحرب اللبنانية. تخلت الدولة اللبنانية عن واجباتها بالحفاظ على الأمن وتطبيق القانون في لبنان، هو اللي أدى إلى الفلتان اللي حصل خلال الحرب، وأدى إلى أنه كل لبناني حمل سلاح ليدافع عن نفسه. إنما نحن ككتائب هدفنا مشروعنا هو الدولة، ولهذا السبب نحن آخر شغلة كان بدنا إياها أنه يكون معنا سلاح، ولهذا السبب سلمناه فور أنه صار في دولة بلبنان. الكتائب هي أول مين سلم سلاحه للدولة اللبنانية، ونحن اليوم اللي منريده بوجود الدولة أنه كلنا سوا نمتثل تحت شمسية الدولة اللبنانية ونسلم سلاحنا للدولة، الدولة هي تدافع عنا. لأنه هل هذا قرار حزب الله أو قرار دول إقليمية؟ أو بصراحة أنا ما بقدر ميز اليوم بين حزب الله ومثلا إيران، لأنه حزب الله هو عم بيقول أنه نحن سلاحنا من إيران
وأكلنا من إيران وتيابنا من إيران ومصرياتنا من إيران، وبالتالي ما فيك تفصل اليوم بين حزب الله وإيران. إيران وحزب الله هي وحدة متكاملة إيديولوجيا، ماليا، سياسيا، إقليميا. يعني اليوم حزب الله أصبح منظمة إقليمية، منا منظمة لبنانية، عم بيقاتل بسوريا، موجود بالبحرين، موجود باليمن، موجود بالعراق، موجود في كل مكان بالمنطقة الشرق الأوسط، وهو يتكلم باسم إيران بكثير من هذه الدول. لنختم بالشق اللبناني وبشكل سريع، كمان أنتم يعني كنتم خارج التسوية الرئاسية، هل هناك إشكال شخصي مع رئيس الجمهورية ميشيل عون؟ أبداً، في مشكلة خيارات. ميشيل عون عنده خيار سياسي مختلف عن خيارنا من سنة 2006، ومن وقت ما تحالف مع حزب الله هو قرر أنه يعمل تغطية لهذا السلاح، ونحن بنعتبر أنه هذا الشيء ينتهك سيادة الدولة، ولهذا السبب هو مشي بخيار الدفاع عن السلاح، ونحن كنا بمواجهة السلاح. كيف يمكن لحزب يناضل من أجل السيادة وهو رافض لمشروع حزب الله أن ينتخب مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية؟ نحن اللي عملناه هو التصرف الطبيعي بالنسبة لحزب بهمه يكون صادق مع نفسه مع الناس. التصرف الغير طبيعي هو يلي يدعي الدفاع عن السيادة وينتخب مرشح حزب الله على رئاسة الجمهورية، هونيك التصرف الغير طبيعي. نحن بالنسبة لنا كنا صادقين مع حالنا ومع الناس ومع اللي منقوله واللي استشهدوا شهدائنا من أجله. الخلاف المسيحي في لبنان قديم وسبب حروب في التاريخ، لماذا لا نرى اليوم بعد كل ما خاض لبنان من مشاكل سياسية وطائفية جبهة مسيحية موحدة؟ ربما لا تتفقون مع التيار العوني، تيار الوطني الحر، لكن القوات اللبنانية مثلا أو أطراف مسيحية أخرى. نحن سبق وشرحت أنه مشكلتنا بلبنان هي أولا سيادة الدولة، والاختلاف بوجهات نظر بين القوى المسيحية هو حول هذا الموضوع. اختلافنا نحن مع القوى الاثنين الأخرى اللي هن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية هو جاي من قبول التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بالتسوية الرئاسية اللي وصلت حزب الله بأنه يكون هو حاكم الدولة وهو يمتلك القرار في الدولة اللبنانية. نحن هون في اختلاف كتير كبير بوجهات النظر، وهذا الشيء عم بيترجم بوجودهم هن بالحكومة ووجودنا نحن بالمعارضة. جبهة مسيحية بالمطلق شو بده يكون هدفها؟ هل هو هدفها تحقيق سيادة لبنان أو القبول بحزب الله؟ هل نحن متفقين على تموضع الدولة اللبنانية وعلى مفهوم واحد لسيادة الدولة؟ إذا إيه لازم نكون سوا، إذا لا ما فينا نكون سوا. نحن بالنسبة لنا رافضين مقاربة قوات والتيار لملف وضعيات حزب الله على الدولة اللبنانية. نحن رافضين هذا الشيء، نحن بالمعارضة، هن موجودين بالحكومة وهن جزء من هالاتفاق يلي أدى إلى وصول حزب الله إلى السلطة. قواعد الروسية في طرطوس على بعد ساعتين تقريبا، نحن بوسط بيروت هلأ، فإذا أخذنا سيارة على طرطوس يمكن ساعتين، ساعتين ونص بتوصل. هل ترتاح كرئيس لحزب الكتائب ولربما المسيحيين أصبحوا أقلية في الشرق الأوسط لوجود روسيا دولة قوية في سوريا وتقول أنه أحد مهامها الدفاع عن الأقليات في الشرق الأوسط؟ صراحة نحن بالنسبة لنا كان دائما طرح الكتائب هو أن نكون على الحياد بما يحصل خارج حدودنا. ما بدنا نفوت نحن بأي سجال له علاقة بمستقبل سوريا. هذا شيء بقرره الشعب السوري، أكيد عنا وجهة نظرنا وهذا شيء طبيعي لأن نحن تلوعنا من النظام السوري وعنا رأينا فيه. إنما بنفس الوقت نحن التوازن القوى بين الروس والأمريكان والدول الإقليمية بالمنطقة، نحن ما شغلتنا نفوت حالنا كلبنانيين بصراع بيتخطى قدرتنا. نحن علينا نهتم ببلدنا وما ندخل باللي عم بيحصل بالخارج. طيب، في أكثر من 1.5 مليون نازح سوري في لبنان. يعني أتفهم أنه لبنان قرر الحياد مع أنه في حزب أساسي في لبنان، ميليشيا، صحيح، وهي مشكلتنا مع تقاتل في سوريا. يعني كثير من السوريين أخذوا موقف من اللبنانيين بسبب هذا القتال، وأيضا في 1.5 مليون
نازح سوري. ما هي الرؤية لحل مشكلة النزوح مثلا؟ نحن بالنسبة لنا مشكلة النزوح في اشياء بايدنا في اشياء منا بايدنا. نبلش بالاشياء اللي نحن بين ايدينا. افتكر الدبلوماسية اللبنانية ما قامت بدورة بما في الكفاية من اجل اولا وضع استراتيجية لإعادة توزيع اللاجئين السوريين إلى دول قادرة على استقبالهم أكثر منا. نحن اليوم بلبنان 7 سنوات استقبلنا 1.5 مليون لاجئ. لبنان أدى دوره بالكامل. حان الوقت اليوم بعد 7 سنين أنه يصير شغلتين، أو المجتمع الدولي يلاقي طريقة لإعادة النازحين إلى سوريا، أو حدا يحمل شوية تقل عن لبنان. أنه لبنان قادر يحمل على قد طاقته. اليوم عم يحمل لبنان أكثر بكثير من طاقته. لبنان ما بيقدر يكمل هيك. لبنان عم بينهار. طيب ولكن لهذا السبب أنا اليوم كلبناني بعتبر بحمل مسؤولية للحكومة اللي كانت موجودة فور حصول الأزمة السورية أنه ما أخذت ولا أي تدبير لتنظيم الدخول السوري إلى لبنان بشكل أنه نقدر ينضبط ويقدر يتأمن مساعدات الكافية للاجئين تيقدر نأمن لهم حياة لائقة، مش يصفي لبنان كله ملجأ كبير أو يصفي مخيم كبير. من المعلومات اللي رشحت أنه روسيا تقول من المبكر عودة اللاجئين والنازحين، وأنه الإعمار والحل السياسي أولاً في سوريا ثم عودتهم. ستنا من الواضح أنه موضوع العودة هو اليوم موضوع سجال كبير بين الأمريكان والروس وبشار الأسد وكل هذه الدول اللي عندها مصالح بهذا الموضوع. أنا اليوم ما عم بيجي أقول أنه ولا لبنان بده يشيل الزير من البير وبده هو يأخذ قرار لوحده أنه يردهم بالقوة أو ما يردهم بالقوة. أنا عم بيجي أقول إذا العودة اليوم معرقلة لعدة أسباب، لأسباب تتخطى قدرتنا كلبنانيين، في نحن عنا القدرة باتصالاتنا مع دول أخرى بأنه نتعاون مع هالدول كرمال تستقبل هاللاجئين. هل تخاف على النسيج الديموغرافي بلبنان أنه اليوم في أقلية مسيحية، أقلية سنية، أقلية شيعية؟ أنا مش هيدا اللي بخاف منه. أنا بخاف من كل الشعب اللبناني لفكري الطائفة السنية ما عم بتعاني من البطالة بسبب الوجود لاجئين سوريين، والطائفة الدرزية ما عم بتعاني من بطالة وما في مش قايمة القيامة بالبقاع، وفي محلات سورية عم بتنافس محلات لبنانية. هيدي مشكلة كل اللبنانيين عم بيعانوا منها مش بس المسيحيين. ويتهم اللبناني بالعنصرية بسبب هذا الخطابات. أنا بعتبر أنه هيدا شيء معيب. الشعب اللبناني صار له 7-8 سنين من سنة 2011 مستقبل 1.5 مليون لاجئ على أرضه، بالوقت يلي دول اللي بتدعي حقوق الإنسان كل ما بتستقبل 500 واحد بتربحنا جميلة على سنتين، نحن مستقبلين 1.5 مليون، يعني نصف عدد سكان لبنان، وما عم نفتح تمنا. وصلنا لمحل اختنقنا. ايه اختنقنا، اختنقنا اقتصاديا، اختنقنا على صعيد بنية تحتية، اختنقنا على كل مستويات. لبنان ما بيقدر يحمل. لبنان صغير. لبنان هو رقم 19 بالكثافة السكانية بالعالم، اليوم صرنا رقم 3. عندنا 580 إنسان بالكيلومتر المربع. لبنان ما بيقدر يحمل. كأنك اليوم عم بتقولي بفرنسا اللي هي 60 مليون نسمة اجا 30 مليون نسمة زيادة دخلوا على فرنسا اليوم، مين بيقدر يحملها؟ نحن حملناها، بس وصلنا لمحل بعد 8 سنين عم نقول نحن ما بقى قادرين لأن نحن عم نختنق. طب ما بيحق لنا نحن كلبنانيين نطالب الدول الصديقة خي حدا يشيل عنا شقلة؟ ماذا تقول لبشار الأسد؟ صراحة نحن كتير مأزيين من بشار الأسد. الشعب اللبناني تدمر على يد هذا النظام، دمرت بيوتنا، دمرت ضيعنا، احتلنا على مدى 30 سنة، اغتال رؤسائنا ونوابنا، وبعده لحديث اليوم عم بيهدد استقرار لبنان من خلال نعرف كتير منيح اليوم أنه عنا مثلاً مسؤول كبير بالنظام السوري اللي هو علي المملوك متهم ب مش متهم طالع بحقه مذكرة توقيف من القضاء اللبناني بمحاولة تفجير المساجد بطرابلس، إضافة إلى أنه النظام السوري متهم أيضا بالتفجيرات اللي كان لازم ميشيل سماحة يفوتها على لبنان وإلى آخره. طب ما نحن ما بدي أحكي عن معتقلين بالسجون السورية، ما بدي أحكي عن الضرر يلي ألحقوا هيدا النظام بحق الشعب اللبناني، القتلى يلي راحوا على يده عنا بالبلد. هيدا في سجل حافل نحن والنظام السوري.
هذا الشيء بيؤدي إلى أن العلاقة بين لبنان وسوريا ظل بحالة توتر لحين أنه يصير في اعتراف بهذه الجرائم. لكن قد يقبل المجتمع الدولي بشار الأسد مجددا. حقه يقبل يا من بده إياه. نحن كشعب لبنان عندنا كرامتنا وعندنا عنفواننا وعندنا قضاءنا وعندنا قانوننا وعندنا شعبنا وعندنا كمان الكرامة الوطنية تبعنا. من حقنا نحن اليوم نجي نقول أنه قبل ما يصير في أي تطبيع بالعلاقات بين لبنان وسوريا بده سوريا تقلنا وين المعتقلين تبعنا، بدها تاخد تدابير بحق الناس اللي حاولوا يفجروا جزء من الشعب اللبناني، بدنا نعرف شو مصيره على المملوك، هل بيسلموه ما بيسلموه، أنه هيك نحن يعني في مذكرات توقيف وفي كل هالملفات العلاقة بين لبنان وسوريا نطوي الصفحة بنفتح صفحة كأنه شيئا لم يكن منكمل هنيك وبالرايح. اليوم بالنسبة لنا بشار الأسد برهن أنه قادر يقتل نص شعبه أو يقتل 500,000 إنسان بحرب أهلية مدمرة من أجل البقاء بالسلطة. نعرف كتير منيح أنه بشار الأسد ما عنده بالنسبة له ولا أي شعور بالذنب تجاه شعبه، مش رح يكون عنده شعور بالذنب تجاه بلد آخر يلي هو لبنان يلي تعذب وتعتر على إيد النظام اللي هو اليوم عم بيدافع عنه وعم بيحافظ عليه. من قتل بيير جميل شقيقك؟ صراحة هذا سؤال مؤلم، لأنه لحديت هذه اللحظة ما عنا ولا أي إثبات أو دليل بيدلنا على أي فريق، إنما بنعرف شو كان عم بيعمل بيير جميل وقت استشهد. كان عم بيدافع عن سيادة لبنان، كان عم بيمنع عم بيناضل من أجل عدم عودة سوريا إلى لبنان، وكان عم بيناضل بوجه السلاح وانتهاك سيادة الدولة. هذا اللي كان عم بيدافع عنه بعد مرور كل هالسنوات وعدم محاسبة مسؤولين لا عن مقتل بيير جميل ولا الرئيس رفيق الحريري ولا أي شخص من أهم وأبرز الشخصيات بلبنان السياسية والإعلامية، هل ما زلت تؤمن بالمحكمة الدولية أم أنها حبر على ورق أو عناوين إعلامية؟ رح أقول لك صراحة بس ما بدي حدا يزعل مني. نحن بعدنا مؤمنين بالمحكمة، بس يلي لازم يؤمن فيها ما عاد مؤمن فيها. مين يعني؟ المعنى الأول سعد الحريري. صح. بأي نحن في المحكمة طلعت قرار ظني واضح، عطيت دلائل، عطيت مضمون، عطيت. كيف فينا نحن اليوم نجي نقول حفاظا على استقرار لبنان ما بدنا نحكي بهالموضوع وما بدنا نقرب عليه كأنه نحن طفيناها لهيدي ضد افراد من حزب الله؟ تعال. نعم صحيح، هيدا الشيء بالنسبة لنا نحن اخر امل انا عندي اياه، انه اقدر اخذ خيط حقيقة بموضوع خيي، هو انه المحكمة الدولية تصدر احكامها وتكشف كل الحقائق، إن كان بموضوع رفيق الحريري أو إن كان موضوع جبران تويني أو إن كان بموضوع الياس المر وغيره. هذا كله بيفتح لي أنا باب تقدر أعرف مين اختار بيير جميل. أنا ما عندي أمل غيره. لو عندي إطار تاني تقدر أخد حقي أنا كعائلة شهيد، هو أنه هيدي المحكمة تاخد موقعها وتاخد تقوم بدورة وتطلع أحكامها. سؤال أخير وشخصي، كنت بتفكر يوما ما أنك رح تكون رئيس حزب الكتائب اللبنانية؟ هناك قناعة أنه لو ما استشهد أخيك بيير ربما كان يمكن حياتك السياسية مختلفة، أو ما عندك طموح سياسي، كانت عندك غير طموح. أنا صار لي تقريبا 20 سنة عم ناضل وتحملت جميع أنواع المسؤوليات بالحزب قبل اغتيال بيير وبعد اغتيال بيير. بالنسبة لي أنا وجودي برئاسة الحزب هو بإطار النضال تبعي، منه لا كان عندي بحياتي طموح شخصي أنه استلم ولا أي مسؤولية، وبعدني لهلأ منه أبداً طموحي الشخصي يكون عندي أي مسؤولية. والبرهان أنه بأداء السياسي ولا مرة فضلت مصلحة الحزب والمواقع والمراكز على حساب القضية اللي عم دافع عنها. أنت ماروني وكل ماروني بلبنان ربما مرشح ليكون رئيس للجمهورية، هل ترى نفسك يوماً رئيساً للجمهورية اللبنانية؟ صراحة أنا بعتبر أنه دور بيير جميل مؤسس حزب الكتائب كان فعال بالحياة السياسية بلبنان أكثر من كل رؤساء الجمهوريات يلي تعاقبوا برئاسة لبنان.
ده هذا سبب بعتبر وجود حزب الكتائب حزب كبير ومؤثر على كل الرؤساء اللي بده يجوا، هو أهم من أن واحد هو يكون رئيس جمهورية. ده هذا سبب أنا بيهمني مصلحة بلدي، إذا هذا الشيء بيقتضي اترشح على الرئاسة بترشح، إذا هذا الشيء بيقتضي أني يكون مؤثر على الرئيس اللي بده يجي، هذا كمان بيكون إذا بخدمة لبنان بيكون هذا هو المطلوب. ورح يبقى رئيس جمهورية لبنانية مسيحي برأيك مع مرور السنوات؟ يعني هيدا بجزء من فرادة لبنان، لبنان فريد من نوعه بالشرق لأنه عنده هالميزة وهالميزة السياسية، ورئاسة الجمهورية المسيحية جزء من هيدا الميزة، كل شيء قابل للنقاش. إنما فرادة لبنان شغلة أساسية ولازم نحافظ عليها، التنوع والتعددية اللي موجودة بلبنان من دونها ما بيعود لبنان لبنان.